نادي روما برضو بيعلن رسميا عودة المدافع الدولي الإنجليزي كريس مولينج لنادي مانشستر يونايتد بعد ما انتهت إعارته لفريق العاصمة الإيطالية روما. روما وجه في بيانه على موقعه الرسمي الشكر لكل من سمولينج لجانب ديفيد زاباكوستا اللي هيعود مرة تانية لنادي تشيلسي بعد برضو ما انتهت إعارته الفترة دي. سمولينج طبعا شارك مع روما كابتن هاني زي ما حضرتك عارف خلال ال 37 مباراة في كافة المسابقات اللي فاتت مع روما، وسجل يمكن 3 أهداف، لكن زاباكوستا ما عاش أي حاجة بسبب الإصابة زي ما صحيح هو ما اشتركش غير بس في 9 لقاءات بس بسبب طبعا قطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم، وبالتالي ما اشتركش بشكل كبير.